المدرسة. منطقة دوارتي مكيتشت، منطقة إقنان، الجماعة ديالها أفلي غير، القيادة أفلي غير، دائرة تفراوس عملة تيزنس. موسم سيدي أحمد محمد تمكي، موسم سيدي أحمد محمد تمكيتشتي تيكون في ربيع السابع، ربيع من ربيع الأول في كل سنة، هو موسم ديني، موسم ديني لإحياء للتواصل وإحياء بين القبائل وإحياء ونشر السنة المحمدية في هذا المقام، تيكون فيه المدح النبوي الشريف في كل سنة، تحيي ديك هذه الليلة اللي حياو هذا اليوم، تتقسم بالدعاء بحال هذا اليوم اللي احنا دابا راه الدعاء راه تتقسم. في اليوم سبع يوم ثلاث ايام لقينا حنا تيبدا حتى 15 يوم، المهم ثلاث ايام، المهم اللي تيبدا ربيع الاول، فاتح ربيع الاول راه تيبدا الموسم، تيوجدوا الموسم، تيبدا في النهار 5 6 وتيكمل في 7. تيجيو تيستقبلوهم الشرفة، هادوك اللي تيجيو عند الزاوية راه تيمشيو للزاوية، دوك القبائل اللي تتستقبلوهم للزاوية، وهادوك اللي تيجيو عند وكل شيء تيتلاحموا على المدرسة، تيجيو باش يزوروا عند الطلبة ويزوروا في الزاوية ويزوروا ويجيبوا الزيارات ديالهم كموسم، حتى كما يسمى موسم تيجمعوا فيه الطلبة داك الشيء باش تيعيشوا، باش تينفقوا على رؤوسهم العام ديال العام كامل، المؤونة ديالهم، الناس تيجيو المحسنين، تيجيو الأعشار ديالهم إلى غير ذلك. إوا هذا هو سميتو فاش تيغتنموا مساكن ديك الفرصة، فاش تيجمعوا ديك البركة باش تياكلوا على مر السنة. الذبائح هادو كل قبيله تجيب الذبيحه ديالها تذبحها تما وتدعيو مع الناس سميتو، والذبيحه تتمشي للزاويه باش تكون هي اللي باش تيتكرموا دوك الناس الزوار اللي تيجيو، حيت هاد الناس مضيافين، الشرفاء مضيافين تيكرموا الناس، تيتكلفوا بديك سميتو ديال سميتو حتى تيمشيو الناس باش تذبح داك الشو، تيمشي للزاويه تيتوزع، شي تيمشي عند الشرفه اللي تيجيو عندهم الضياف كذلك تيضيفوا حتى هما، والزاويه هذوك الضياف ديالها، وتيجي واحد القسط ديالو حتى للمدرسه باش حتى الطلبه حتى هما، هذيك هي ديك الذبيحه، هذاك هو الاساس ديالها. Thank you.
المذهب المالكي هو والمشهور في هذه المنطقه في هذه المدرسه. هي علاش هي تكونت وهي علاش تسميت يعني المذهب المالكي معناتها حتى كيف هي الزوايا. الزوايا هي تستقبل واحد العدد ديال الزوايا هي تستقبلهم هنايا، ولكن لما سميتو الطريقه اللي عندها هي الطريقه الناصريه تيمكيروت، لان هي ام المدرسه تيمكيروت هي الام، هذه هي والدها نقولوا بحال الا قلنا سميتو ديال تيمكيروت. وزقيت الورزازات الى الحوز الى القبائل ديال هنا ديال سوسكام، القبائل يتباع مران، القبائل ولد، قبائل هنا، قبائل السملاليه، قبائل يعني اسافن تارودانت، يعني حتى لان عندها زوايا اخرى متفرعه في سوس، مشتته في سوس وفي الحوز، زوايا في الحوز، مدارس اللي تفرعات من هذه المنطقه، كل هذوك تعطى لهم العهد باش يجيو يصلوا صله الرحم في هذا. هي بعد تيمكيروت اللي جات في منطقه الام ديالها تيمكيروت اللي جات في منطقه زاكورا. زاكورا منطقه زاكورا تيمكيروت مشهوره. هذه المدرسه الثانيه حتى في القدم هي هي هذه من مستنبطه من تيمكيروت، نقولوا بحال الا قلنا الام ديالها هي تيمكيروت. هي حتى الطريقه المصيريه اللي راهم تابعه، لان الناصريين هما اللي في تيمكيروت، سيدي محمد بن ناصر وسيدي علي بن ناصر، هذو التيمكيروتيين. الطريح الاول هو سيدي احمد بن محمد في القبه، داخل القبه سيدي احمد بن محمد الميموني هو المؤسس الاول للمدرسه. اذا الطريح ديال المؤسس ديال المدرسه امامه في القبله سيدي الحسن بن محمد ولده القطب، وكذلك القطب الكامل هما اللي في القبه دابا، وسيدي محمد والهاشم. هذا كل من المنطقه؟ كل ولاد هذا سيدي الحسن احمد وسيدي محمد والهاشم هما اللي تيتواجدوا دابا في القبه حاليا، الاخرين راه كاينين في مناطق اخرى، كل واحد فين تدفن، لانهما كثار سيدي احمد ومحمد، سيدي الحسن احمد، سيدي الحنفي، سيدي الهاشم، سيدي محمد والهاشم، سيدي ناصر. لا سيدي محمد والهاشم هادو فين تختموا، حتى سيدي ناصر هو راه هو كفقيه في ديك الزمان ديال سيدي احمد ومحمد، سيدي محمد والهاشم. المهم على ذكر من اللي ذكرتوه، من الشيوخ اللي قراو هنايا، من الشيوخ اللي كاينين، الشيوخ اللي قراو هنايا ماشي من الشرفاء. الشرفاء هم سيدي احمد ومحمد، سيدي الحسن احمد، سيدي الهاشم، سيدي الحنفي، هادو هما سيدي محمد والهاشم، هادو هما الشيوخ اللي كانوا ديال الشرفاء ولاد سيدي احمد ومحمد، كانوا هنا في المدرسة واللي تدفنوا هنايا ثلاثة، سيدي احمد ومحمد، سيدي الحسن احمد، وسيدي محمد والهاشم، باطل الله فاطمة اللي كانت هي الرئيسة ديال الزاوية والرئيسة ديال المدرسة، الله يرحمها البنية ديالها اللي بقات عليها. نتواجد الآن أمام ضريح الشيخ الولي
القطب أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم الميموني الحسني، وهذا الضريح الذي بني يعني جدد بناؤه سنة 1929، هذا التاريخ الذي جدت فيه هذه القبة، وقبلها كانت قبة في هذا المكان من إنشاء ابنه يعني القطب الآخر أبي الحسن أبي علي الحسن بن أحمد التبلجي. وهذا هذه الزاوية كما تعرفون، وهذه المدرسة العتيقة التي تخرج منها كثير من الفطاحل، نشرت إشعاعها على القطر السوسي وكذلك على قطر الغرب وكذلك على قطر الحوز، وأنشأت عدة وتخرجت من صلبها عدة مدارس. وكما هو معلوم، لأن كل يعني ولي من أولياء الله تعالى لابد أن يقوم له موسم، فقد اختار هذا الشيخ أن أن يتواجد موسمه في التاريخ يعني في الأسبوع في اليوم السابع من شهر ربيع الأول في كل سنة. وهذا الموسم كما تعلمون يعني تأتيه الوفود والقبائل من كل مناطق المغرب، وهو موسم تجاري وموسم ديني، موسم ديني بالدرجة الأولى ثم موسم تجاري بالدرجة الثانية. وكما تلاحظون في أن ليلة السابع من ربيع الأول يعني تتلى المداح النبوية كالبردة والهمزية ومؤلفة للشيخ تحفة اللبيب وكذلك القصيدة المضارية ثم الدعاء ثم قصائد الشعرية التي يعني ينشئها طلبة هذا المقام. وكما تعرفون هذا المقام معروف بكراماته ومعروف يعني بتجلياته وبنفاحته الروحانية التي تنشر إشعاعها على القطر السوسي كافة، لأن كل القبائل تتوافد إلى هنا مكونة في نفسها يعني شيئا غير مرئي يربطها بهذا المقام الذي نتواجد أمامه الآن. وكثير مما يقال حول هذا المقام، ولكن اختصرنا هذا في نبذة موجزة حول هذا المقام الميموني المبارك. وفي هذا المقام يقول ابنه القطب الشيخ أبي الحسن أبي علي الحسن بن أحمد التمقدرسي: هذا المقام الذي لا شك زائره يحظى بحاجته بالسعد والميناني، هذا المقام الذي لا شك زائره يحظى بحاجته بالسعد والميناني. وتوفي الشيخ سنة 1274 ميلادية، وخلفه على الزاوية ابنه الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد. وقد قال في موته بالرمز: بعام 11 شمس العلم شمس الأفق قد كسفت لكسف شمس العلوم دوحة الزمن، بعام 11 شمس الأفق قد كسفت لكسف دوحة لكسف شمس العلوم دوحة الزمن. وعام 11 بحسب الجمال هو 1274 هجرية. رحم الله هذا الشيخ واسكنه وفسح جنانه وألحقنا به مؤمنين سالمين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا، فأمين. اللهم تقبل زيارتنا وتقبل امدحنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مسكن كنت فيه أنا فاش بديت هو هذا، هذا لتحت، ويتناولون العشاء هناك. كان هذا مطبخ المدرسة، هذا هو المطبخ، هذا هو المطبخ. كانوا يعني كان هذا المطبخ كانوا يطبخون فيه الغداء العشاء فقط، لأن الغداء كان يأتي من الزاوية، وهنا كانوا يطبخون العشاء. ودخلوا معي هنا في هذا المكان الذي نقف فيه الآن، كانت تدرس جميع جل العلوم، بما في ذلك العلوم النحوية ولكذلك العلوم الفقهية ولكذلك
العلوم الحسابيه ولا اللغه ولا البيان ولا البديع، كل ما يتعلق بالدروس التي كانت تدرس في مدرسه العتيقه انذاك، كانت تدرس في هذه القاعه، وهذه بيت المعيشه، اي بيت البيت يعني المخزن الذي تتواجد فيه مؤونة الطلبة من سكر وأتاي وزيت وما إلى ذلك. وهنا كان الزيت الذي كان تضيء به القناديل، لأن الطلبة قديما كانوا يدرسون على ضوء القناديل، وكان يعني يتناولون مفتاح هذا المخزن بالتناوب، كل 15 يوما تنتقل من يد إلى يد تحت مسمى المقدم. ها غرفة دي غرفة، كان الغرفة أخرى هنا، هذا مطبخ. ها غرفة هذا الغرف ديال الطلبة، ديال الطلبة. لسان وحال هذيك دابا، هذيك دابا الغرفة ديال الجلوس وديال مراجعة الدروس. هذه غرفة الأكل، هذه غرفة المطبخ مع الحمام والمرافق، المطبخ القديم. وفي غرفة أخرى لداخل. هذا المكان الذي نقف فيه الآن يسمى تسوكسو الديد، وهذا المكان كان خاصا بالمسائل بالفكاهة والمسامرات التي تكون بين الطلبة، التي لا تدخل في نطاق الدرس. يعني هذه المناسبة سنحاول أن نوجه نداء إلى كل فعاليات في المنطقة، وكذلك إلى وزارة الثقافة، لينظروا إلى الحال التي وصلت عليها المعلمة، ونرجو منهم أن يقوموا بإصلاحها أو ترميمها أو شبه ذلك وما إلى ذلك، لتبدو على صورتها الأصلية، لأنها كنز ثمين لا يقدر بثمن. المدرسة لسان حالها ينطق بلسان حالها أفصح من لسان المقال.